تابعينا ايضا بهيدي الفقره وبنروح عند أليكس سينامي مدير الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر اللبناني تنشوف شو سجلوا من ارقام خلال الساعات الماضيه، شو حصيله عمليات الصليب الاحمر اللبناني، كيف توزعت، كيف تنوعت، وشو ابرز النصائح اللي بيعطوها للبنانيين. مثل العاده الصليب الاحمر هو موجود بخدمه كل اللبنانيين 24 على 24، 7 ايام على 7 ايام من دون اي كلل او اي ملل. كل التفاصيل مع أليكسي. صباح الخير أليكسي. بونجور أليكسي. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل أليكسي، شو عنا امبارح؟ شو كيف تسجلت العمليات؟ أكيد إحصاءات الحوادث ال 24 ساعة، عنا 20 حادث، 32 إصابة موزعين على بيروت، 4 حوادث 4 إصابات، جبل لبنان 9 حوادث 17 إصابة، البقاع حادثين 3 إصابات، الشمال 4 حوادث 7 إصابات، والجنوب حادث واحد وإصابة واحدة. تتوزع أنواع الحوادث بين المشاة، دراجات نارية، سيارات، شاحنات وباصات. أما الأسباب انقسمت بين سرعة، مصدر إلهاء، مشاكل ميكانيكية، بنية تحتية وانزلاقات. اما بالنسبه للمهام اللي قامت فيها فرق الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر، سجلت 496 مهمه موزعين على 254 حاله طوارئ، 213 نقل مريض عادي و 29 نقل مريض من مستشفى الى اخرى. هيدا بمخص المهمات. كمان فينا نلفت النظر انه مهمات كورونا اللي حضرتك تفضلتوا عم تحكي فيهم عم بيزيدوا يوم عن يوم. نتمنى على كل انسان، على كل مواطن، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، الالتزام بالكمامة، لانه الحالات عم بتزيد، نسبة الاصابات عم بتكون منتشرة كثير كبيرة خصوصا بهالفترة بين الجريب وبين بين كورونا، وعم بيكون الانتشار كثير كبير. ويعطيكم الف عافية. شكرا لك أليكسي، بون ويك اند.